السلام عليكم، صباح الخير. الحمد لله والصلاة والسلام شوف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجربة زراعة الصبخة زي ما احنا شايفين، خلينا نبدأ. ما شاء الله، صبار الأمريكي، أمور طيبة، الأكاسيا طيبة، الليمون، الأسفندي، الجوافة، البنسيانة، الحنة، التين ما شاء الله قام كويس، بامبو، ريحان، اللوز، المورينجا، الكادي، البن، زي ما احنا شايفين ما شاء الله الامور طيبة. الاتل، هذيك النخلة يبالنا الله يهدي مصلحهم احد يزرع النخلة ويحط قلبها في التراب. الدوم، الشنطونيا، فيكس طيبة، مزرومية، الموز طيب ما شاء الله في كويس في نمو، القطن، ما ادري ايش نوعها بس مره طيبه. هنا منظومه التقطير حنزرع فيها ان شاء الله، يبغى لها اكسده. النيم تمام، الذره الصفراء ما شاء الله طيبه. رجل الفيل، قمر القمر مدري ايش بدأت تطلع من تحت، دوار الشمس ما شاء الله ازهر كله ما شاء الله. في نحل هنا ممتاز ما شاء الله، الدخن نور طيبة، الفكس صبار. هذه شجرة احنا جايبينها تعبانة، لكن حطيناها هنا اساس ان احنا نبدأ نشتغل عليها وحنسد التهوية، بس انا شايف فيها نمو طيب الحمد لله. هذه التربة طبعا زي ما احب اوضح، هذه التربة طبعا وضعنا فيها قبل كده عليها الاسيد، والآن بدأنا نعالجها بالمؤكسد وبدأت تشوف تطلع فيها زي ما شايفين الخروع الأحمر. بس بنشوف يعني ايه الخروع الأحمر، شوفها طيب الحمد لله. فما شاء الله تبارك الله أمورنا طيبة.